قلنا قبل كده كمان البلانت بارتس. بلانت ايه؟ بارتس. قلنا ان البلانت بارتس دي ثلاث حاجات اساسية. ايه هما؟ اجزاء النبات. الليفز. ايوه. الروت. اسمها ستيم. ستيم. اسمها ايه؟ ستيم. يبقى البلانت بارتس دي اللي هي ايه بقى؟ زي ما احنا قلنا بيبقى فيه هنا روت. دي الروت. ودي ايه؟ الستيم. قولها تاني كده. ستيم. ستيم. وعندي الايه؟ الليفز. يبقى دي اسمها ليفز. طيب احنا هندرس كل واحده منهم بالتفصيل. الستيم هندرسها بالتفصيل، الروت هندرسها بالتفصيل، وهنعرف الفانكشن بتاعتها ايه اللي هي فايدتها، وهنعرف برضو الليف فايدتها ايه. اول حاجه هناخدها الروت. الروت ده اللي هو الجذر اللي موجود ايه في اخر البلانت. خلاص شايف اللي انا رسماه باللون اليلو ده؟ طيب اللي باللون اليلو ده دي كلها حاجه اسمها الروت هيرز. اسمها ايه؟ الروت هيرز. ما عشان لما انا كنت فاتح كده مش مركز لقيت فجاه كلمه روت هيرز. ايه ده؟ هو طلع فيه شعر للروت. ايوه طلع فيه شعر للروت. طب فايدتها ايه بقى الشعر اللي موجود في الروتس ده؟ اول حاجه بيعمل فيكس او انكر. يعني ايه فيكس؟ بيثبت. يبقى الجذر ده او الروت هيرز دي بتبدا ان هي تعمل فيكس، يعني بتثبت البلانت ده فين؟ في السويل. مش في سويل جواه الروتس دي. طيب الروتس دي بقى اول حاجه بتعمل فيكس. كلمه فيكس هي كلمه انكر. فيكس او انكر يعني بتثبت البلانت ان ذا ايه؟ ان ذا سويل، في التربه. يبقى بتثبت البلانت فين؟ ان ذا سويل. طيب تاني فانكشن ليها، احنا كده بنقول الفانكشن بتاعت الروت ايه؟ بتاعت الروت هيرز. تاني فانكشن ليها ان هي عماله تاخد كل ما اسقيها ميه عماله بتسحب الميه دي، فبتعمل ابزورب يعني بتمتص او دروب ووتر اند نيوتريانس فروم ذا سويل. يعني بتبدا ان هي تمتص الميه والنيوتريانس منين؟ فروم ذا سويل. تعرف تقولهم لي تاني؟ دي الفانكشن بتاعت الروت هيرز. هي بتعمل فيكس ان هو تثبت. تمام. وانا كل مره هي اقرا اقرا عادي. فيكس. فيكس ذا بلانت ان ذا سويل، يعني بيثبتها في السويل. برافو. ابزورب. هي بقى بتمتص المايه اللي بتجي لها وبتاخد النيوترينتس من السويل برضه. من السويل. يبقى بتعمل ابزورب للووتر والنيوتريانتس فروم ايه؟ فروم ذا سويل. طيب ده كده بالنسبه للروت. مش هنقول كلام تاني بالنسبه لايه؟ للروت. يعني احنا هنا كنا اتكلمنا يا حمزه عن الروت. قلنا الروت ليه وظيفتين او تو فانكشنز. اول فانكشن ليها ان هي بتعمل فيكس، وقلنا في كلمه بتساوي كلمه فيكس دي اسمها ايه؟ انكور. اسمها ايه؟ انكور. خلاص. طيب بتعمل فيكس لمين؟ فيكس ذا بلانت. طب هتثبتها فين البلانت دي؟ ان ذا سويل. تمام. طيب الروت بقى ليها برضو فانكشن ثانيه، ماشي؟ اللي هي الروت هيرز، اللي هي الشعيرات او الشعر اللي موجود في الايه؟ في الجذر. ليها وظيفة تانية، قلنا إن هي absorb water. water ممكن أنا أكتبها كده اختصارا يعني، بس أنت لما تيجي تكتبها اكتبها إيه؟ water. ماشي؟ يبقى absorb water H2O. اسمها H2O. ماشي؟ يبقى absorb water plus nutrients. منين؟ اللي هم أصلا موجودين فين؟ الووتر والنيوترينتس موجودين فين؟ فروم سويل. فهمنا كده؟ يبقى فيكس وابزورب، فيكس وابزورب. ها؟
اقول لك روت هيرز تقول لي فيكس وابزورب. روت هيرز فيكس وايه وابزورب. طيب نرجع تاني لصفحتنا. طيب تاني حاجة الستيم، خلاص الستيم دي فايدتها ايه؟ اللي هي الصاب دي حاجة بتكون موجودة، مش الصاب دي موجودة بين الجذر اللي هو الروت وبين الليف صح؟ طيب اللي بتبقى موجودة بينهم دي، دي بتعمل نقل، بتعمل ترانسبورت، ترانسبورت ووتر اند نيوتريانس فروم روتس من تحت لفوق. يبقى بتاخد الووتر والنيوتريانس من الروت تنقلهم لفين؟ لفوق الليفز. يبقى هتاخد تعمل ترانسبورت، تعمل ايه؟ ترانسبورت لمين؟ تنقل للووتر والنيوتريانس منين لفين؟ من الروت للليف. يبقى تنقلهم من الجذر، من الجذر تحت لحد الورقه ماشي. طيب من خلال عن خلال ايه بقى؟ خلال الحاجه او ثرو زايلم. ثرو ايه؟ زايلم. ايه الزايلم ده؟ الزايلم ده موجود في الستيم. ايه؟ موجود في الستيم. طيب وجواه ايه بقى الزايلم ده؟ جواه حاجه اسمها سمولر فيزلز. سمولر ايه؟ فيزلز. طب ايه فايدتها بقى السمولر فيزلز دي؟ السمولر فيزلز دي موجوده جوه الزايلم، وفايدتها ان هي بتعمل كونكت للستيم تو ليفز، بتربط الستيم بالورقه بالليفز خلاص. يبقى كونكت، كونكت ستيم تو ايه؟ تو ليفز. يبقى تبدا تربط الستيم ده بالليف اللي موجوده فوق خلاص. طيب تاني بقى فانكشن ليها، احنا قلنا اول فانكشن ترانسبورت، تنقل الووتر والنيوتريانتس فروم روت تو ليف. ثرو ايه؟ ثرو زايلم. وقلنا الزايلم ده فايدته ايه؟ او السمولر فيزلز اللي موجوده جوه الزايلم دي فايدتها ايه؟ بتعمل كونكت للستم، بتربط الستم ده بمين؟ بالورقه اللي هي الليفز ماشي. طب تاني حاجه ايه؟ سبورت ليفز اند فلاورز، يعني بتبقى داعم. تخيل كده لو بلانت ملوش ستم هيبقى ليه ليف وليه روت، طب هو هيقف على ايه؟ يعني الليف دي هتقف على ايه؟ يبقى اذا لازم حاجه تقويه كده زي الايه؟ الستم. يبقى الستم ده بيعمل سبورت للليفز اند ايه؟ اند فلاورز خلاص؟ يبقى نقدر نقول على الستم ليه تو فانكشنز. اول فانكشن اللي هي ترانسبورت، ترانسبورت مين ومين؟ الووتر ومين كمان؟ والنيوتريانس. بتوديهم فين؟ للليفز. بتوديهم للليف عن طريق مين؟ الروت. عن طريق مين؟ الزايلم. الزايلم عن طريق مين؟ الزايلم خلاص؟ اهو بيتكتب كده اكس واي ال اي ام زايلم ماشي؟ طيب والفانكشن الثانيه بقى بتاعته ماشي؟ ايه هي؟ ان هي بتعمل ايه؟ دعم، سبورت. دعم يعني ايه؟ سبورت، سبورت ليفز اند فلاورز. خلاص يبقى اقول لك روت هيرز تقول لي فيكس اند ابزورب، وانت عارف الباقي بقى خلاص ماشي. انت عارف هي بتثبت مين في مين، وعارف ان هي بتعمل ابزورب او بتمتص مين. طيب بالنسبه للستيم اقول لك الفانكشن بتاعت الستيم تقول لي على طول ترانسبورت وسبورت. طب اسالك بقى سؤال لافف شويه، ها مين اللي بيعمل ترانسبورت للووتر؟ الستيم ثرو مين؟ الروت. قصدي اللي هي اللي اسمها زايلم ماشي. هو انا عارفها بس ايه، بس لا مش عارفه زايلم. لا انطق اكسايلم، ممكن تنطقها بقى بسرعه. زايلم ماشي.
خلاص يبقى دي كده ايه الاسئله ممكن يا اما تجيلك ايه اللي بيعمل فيكس فانت تقول الروت هيرز، مين اللي بيعمل ابزورب فانت تقول الروت هيرز، مين اللي بيعمل سبورت وترانسبورت يبقى دي مين الستيم. احنا كده اتكلمنا عن الروت واتكلمنا عن الستيم، يبقى فاضل مين؟ الليفز. الليفز طيب الليفز دي بتحتوي مش او كونتين عن ايه؟ مش هنتكلم عن الفلاور بقى القرح الفلاور لسه الحاله متقدمه دي ادفانسد ستيجز. بصي يا حمزه الليفز دي كونتين ايه؟ بتحتوي على ايه؟ ايه اللي بيديها الجرين كلر؟ ايه اللي بيديها اللون الاخضر؟ حاجه اسمها الكلوروفيل. اسمها ايه؟ كلوروفيل. ده اللي بيديها الجرين كلر. طب الكلوروفيل ده بيبقى موجود فين؟ بيبقى موجود في الليفز. ها ما اروحش اقول موجود في الستم ولا اروح اقول موجود في الايه في الروت. يبقى الكلوروفيل دي ماده بتكون موجوده في الليفز. طب ايه فايدتها؟ ابزورب الانرجي فروم سان لايت. هو امال مين اللي بيشد السان لايت او بيمتص السان لايت دوت ويديني الليف؟ يبقى هو مين؟ كلوروفيل. خلاص طيب يبقى ابزورب انرجي فروم سان لايت الاو الكربون دايوكسيد بلس الووتر ان هي تكون الفود اثناء عمليه ايه؟ الفوتوسينثيز بروسيس. ماشي يبقى الفوتوسينثيز بروسيس دي بيتكون فيها الشوجر اللي هو الفود ساعه لما قلنا it makes its own food. ماشي طيب يبقى الكلوروفيل ده اول حاجه بيعملها بيدي للليف الجرين ايه كلر. gives the leaves the green color. نمبر 2 absorb energy from sunlight allow الكربون دايوكسيد and الووتر تو ميك اتس اون فود اللي هو مين؟ اللي هو الشوجر. طيب خلصنا؟ استنى بس الليف دي بقى جواها كده ثغور اسمها ايه بقى؟ البورز دي بورز يعني ثغور بورز اسمها ايه؟ بورز اهي بورز يعني ثغور. طيب البورز دي اسمها استوميتا. اسمها ايه؟ استوميتا. طيب الاستوميتا دي فايدتها ايه؟ مش احنا عندنا الليف دي عماله تاخد كربون دايوكسيد وتطلع مين؟ الاكسجين. يعني عماله تعمل ان واوت للجازس. عماله تعمل ايه؟ ان واوت للجازس. يبقى هي عماله تاخد وايه وبروديوس مين؟ الجازس. يبقى هي دي فايده الاستوميتا ان هي بتعمل ان اند اوت ذا جازس اللي هي كربون دايوكسيد اند كربون دايوكسيد والاوتو اللي هو الاكسجين. خلاص كده فهمنا؟ في بقى انواع للستيمز تايبس اوف ستيمز. تايبس اوف ايه؟ اوف ستيمز. اول تايب عندي اسمه الوود ستيم. وود اللي هو الايه؟ الصاق. الستيم اللي هي الصاق اللي هي ايه؟ الصاق. طيب الصاق دي بتتكون من ايه؟ وود. وود اللي هو ايه؟ الخشب صح؟ يبقى وود ستيم. زي مين؟ زي التري ترانكس. يعني ايه تري ترانكس؟ تري يعني شجره صح؟ ترانكس اللي هي جذع الشجره يبقى اسمها تري ايه؟ ترانكس جذع الشجره. طيب جذع الشجره ده ومين كمان؟ شربس. ماشي شربس يبقى تري ترانكس اند ايه؟ شربس. طيب تاني نوع او the second type of stems is the upright stem. most flowers consist of the upright stem. يعني ايه؟ يعني معظم الفلاورز اللي انت بتقول عليها يا حمزه بيكون فيها النوع من النوع ده
مش بيبقى فيها ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده، بيكون فيها مين؟ الابرايت ستيم. يبقى الموست فلاورز، الموست فلاورز بيجي لك السؤال كده، موست فلاورز كونتين نقط ستيم، اي نوع من انواع الستيم؟ اب رايت اللي هو يمين، عارف اليمين مش يمين يعني رايت، حط لها اب في الاول، اب رايت ستيم. يبقى الاب رايت ستيم ده بيكون موجود في الموست ايه؟ فلاورز. طيب ذا ثيرد تايب، النوع الثالث، الساق المتسلقه اللي هي كلايمب ستيم. كلايمب ستيم، كلايمب ستيم ده بيحتوي على ايه؟ او زي مين اللي بيحتوي على الكلايمب ستيم؟ زي العنب، الفاينز او الجرابس. انت طول عمرك عارف ان العنب يعني جرابس، هل تعرف ان الجرابس هي الفاينز؟ لا، هنعرفها بقى. خلاص، كلمه فاينز ايكوال كلمه جرابس، الاثنين معناهم ايه؟ العنب. ماشي. طب التيوبر ستيم، هي بتتسمى تيوبرز لان هي بتكون تحت الارض، اندر جراوند، بتكون ايه؟ اندر جراوند، بتمتد يعني اكستند يعني تمتد، اندر ايه؟ اندر جراوند، كولد تيوبرز، كولد ايه؟ تيوبرز. زي مين؟ زي البوتيتو بلانت. البوتيتو بلانت دي اللي هي ايه؟ شجره بطاطس، بوتيتو مش توميتو. يبقى اسمها البوتيتو ايه؟ بلانت. بوتيتو بلانت. طيب الرانر ستيم، ايه بقى الرانر ستيم؟ من اسمها ران، دي بتعمل ران الونج جراوند، بتجري في الارض. تجري في ايه؟ في الارض، عماله تجري من هنا لهنا لهنا لهنا، عماله واخده الارض كلها على حسابها. يبقى اسمها الرانر ايه؟ رانر ستيم. يبقى ران الونج جراوند and called runners. ماشي. وتسمى بالايه؟ الجريان او اللي بتجري على طول. خلاص، دي هتسمى تيوبرز، اما دي تسمى runners. تاني يا حمزه، عشان دي مهمه جدا وبتيجي في الامتحان كتير قوي. يبقى types of stems، the first type is the wood stem as in tree trunks and shrubs. the upright stem، most flowers contain upright stem. طيب الكليمب ستيم، الفاينز اند جراب اند جرابس. طيب ايه تاني؟ التيوبر ستيم، ذا فورس تايب اوف ستيمز از ذا تاب تيوبر ستيم، اكستند اندر جراوند، اندر ايه؟ جراوند، كولد تيوبرز لايك الفوتو بلانت، البوتيتو بلانت، البوتيتو بلانت. تمام. طيب الرانر ستيم، رانر ستيم ده بيعمل ران الونج جراوند اللي هي مين؟ الرانرز. بس انا عايز يبقى الروت، الروت والستيم، ومين كمان؟ الروت والستيم والليفز. ادي الثلاث ايه؟ الثلاث او الثري بارتس بتوع البلانت. قلنا ان الروت الفايده بتاعته بتعمل ايه؟ فيكس، ادي اول نقطه او دي اول حاجه، فيكس او انكور ذا بلانت ان ذا سويل، بيثبت الروت هيرز دي، فايدتها ان هي بتثبت البلانت في ايه؟ في السويل، اند ابزورب ووتر اند نيوتريانتس فروم ذا سويل تو ذا بلانت. ماشي. يبقى اول حاجه فيكس، اذاكر كده وانت بتذاكر تذاكر كده، اول حاجه فيكس، تاني حاجه ابزورب. خلاص، تبقى انت فاهم الروت هيرز دي بتعمل ايه. الروت هيرز اهي انكريز ذا اماونت اوف ابزوربد ووتر، بتزود كميه الامتصاص بتاعه الايه؟ الووتر والنيوتريانتس من السويل، اند نيوتريانتس نيدز فروم ذا ايه؟ ذا سويل. طيب الستيم زي ما احنا قلنا
الستيم اهو، وبيحتوي على سمولر فيزلز اوف ايه؟ اوف زايلم. وقلنا ان السمولر فيزلز اوف زايلم دي بتعمل ايه؟ او الفانكشن بتاعتها ان هي بتعمل كونكت للستيم تو ايه؟ تو ليفز، بتربط الستيم بالليفز. هو ده فايده مين؟ السمولر فيزلز بتاعت الزايلم. طب الفانكشن بتاعها ايه؟ اول حاجه ترانسبورت زي ما قلنا، وتاني حاجه ايه؟ سبورت، بتدعم. يبقى اول حاجه بتنقل الووتر والنيوتريانتس فروم ذا روتس تو ذا ريست اوف ايه؟ اوف ذا بلانت ثرو زايلم. خلاص؟ وبعدين تاني حاجه بتعمل ايه؟ سبورت. الود ستيم زي ما احنا قلنا فورمز اوف ستيمز اللي هي التايبس اوف ستيمز. قلنا اول حاجه الود ستيم، تاني حاجه الابرايت ستيم، تالت حاجه قلناها مين؟ الكلايم ستيم، ومين كمان؟ التيوبر ستيم، وخدنا مين كمان؟ الرنر ستيم. الرنر ستيم قلنا اول واحده زي اللي موجوده فين؟ في التري ترانكس اند ايه؟ شربس. ماشي. وقلنا الابرايت ستيم موست فلاورز. خلي بالك بيجي لك سؤال يقول لك موست فلاورز كونتين نقط ستيم، فانت لازم تقول ابرايت مين؟ ابرايت ستيم. طيب اللي بعده الكلايمب ستيم. سام بلانتس هاف كلايمب ايه؟ ستيم. زي مين؟ الفاينز اللي هي مين؟ العنب، الجرابس. ماشي، زي ما انت شايف في الصوره كده دي الجرابس. طيب امال التيوبر ستيم؟ احنا قلنا التيوبر دي اللي هي بتعمل اكستند اندر جراوند، تبدا تجري تحت الايه؟ تحت الارض. زي او بتسمى ايه؟ بتسمى تيوبرز. زي ايه؟ زي البوتيتو بلانت. طيب والرنر ستيم، سام ستيمز ران، من اسمها قلنا رانر، يبقى ران الونج ذا ايه؟ ذا جراوند. ليه؟ عشان تكون نيو بلانتس، عشان تكون نباتات جديده. وده كولد مين؟ رانرز، من اسمها برضو هنا رانرز، اما هنا من اسمها برضو تيوبرز، وهنا رانرز. ماشي يا حمزه؟ طيب الليفز قلنا ان هي بتحتوي على مين؟ على الكلوروفيل اللي هو بيديها اللون ايه؟ اللون خلاص. تو ميك ايه؟ تو ميك فود اللي هو الشجر بتاع البلانت. طيب ذا اير، الاير بقى بيدخل ازاي للليف؟ قلنا عن طريق حاجه اسمها ايه؟ الاستوميتا، اللي هي الاستوميتا. وقلنا الاستوميتا دي تايني اوبننج او بورز، قلنا ان هي ثقوب موجوده في السيرفيس اوف بلانت ليفز، يعني ثقوب او صغور كده موجوده في الورقه، ودي بتسمح بدخول وخروج الايه؟ الجازز سي او 2 والاو 2 اهي، allow gases to move into and out the plant، يعني بتسمح للجازز ان هي تدخل او تخرج من النبات. طيب function of the plant leaves، leaves make food، لان احنا عارفين ان هي الليفز هي اللي بتعمل الفوتوسينثيز. مين؟ الفوتوسينثيز بروسيس. يبقى make food of the plant through photosynthesis process. طيب في تو تايبس اوف ليفز، ايه هما؟ نارو ليفز اللي هي ضيقه جدا، بص بتبقى عامله شبه الابر، شبه الايه؟ النيدلز. النيدلز عارف النيدلز اللي هي الايه؟ الابر. زي مين؟ الفاين تريز. ماشي. طيب وفي ورقه بص بتبقى عامله ازاي؟ بتبقى عريضه فلات ومسطحه، فلات اند ايه؟ اند وايد ليفز، فلات اند وايد ليفز. طيب بلانتس ليفز جيت ذير نيدز اوف ووتر اند نيوتريانتس فروم ذا سويل تو هيلب ذا مين؟ ذا روتس وزايلم ان ذا بلانت سيستم وسمولر فيزلز اوف الزايلم كونكت تو ذا ليفز. ماشي؟ خلاص. مش هزهق صح؟ لا احنا عرفنا.
فوتوسينثيز بروسيس ده هناخده بقى الايه طيب ذا بلانتس نقط انكور انكور يعني ايه تثبت فيكس برافو عليك انكور يعني فيكس ات ان ذا ايه ان ذا سويل يبقى بلانتس ايه برافو بلانتس روتس طيب ذير ار نقط ان ذا بلانتس روتس ذات هيلب ذا بلانت تو جيت مور ووتر اند نيوتريانتس برافو هيرز طيب نقط بلانت هاز كلايمب ستيم بوتيتو برافو لا مش بوتيتو يا حمزه مش بوتيتو يا حمزه مين الكلايمب ستيم موجوده فين في الفاينز او الجرابس ما تشوفش بقى ما تشوفش بقى الفاين دي تقول لي يعني ايه فاين خلاص عرفنا ان الفاين هي مين الجرابس اللي هي العنب خلاص طب بوتيتو بلانت هاز نقط ستيم بوتيتو دي ايه تجري لا البوتيتو بتجري ولا تيوبر؟ تيوبر صح؟ اللي انا بلعب بيه عشان كده قلت لك دي مهمه جدا وبتيجي في كل الاسئله وتذاكر قبل ما تحلي يا حمزه عشان انا بلاحظ كده ان انا عايزه الكتاب بتاعك يبقى متخطط كده متذاكر ماشي؟ البوتيتو موجود فيها ايه؟ تيوبر ستيم يبقى دي تيوبر ايه ستيم نحل واحده من هنا ها مين اللي بيعمل اللو للجازز تو كام ان اند اوت اوف ذا بلانت ايه اللي هي الروتس قصدي لا اللي هي الليفز ايه اللي موجود في الليفز بقى اللي بيعمل كده اللي بيستقبل ويخرج الجازز الاكسلم ده اللي هو موجود في الاستم يا حمزه ماشي يبقى مين الاستوميتا الاستوميتا دي هي اللي ايه هي اللي بتعمل اللاو للجازز تو كم ان اند اوت ذا ايه ذا بلاي يعني احنا كنا بنلعب اياد وساجد ومحمد طيب هنا ابارت اوف ذا بلانت ذات سبورت بص كلمه سبورت اهي في حاجات كده بتعرفني الاجابه في ثانيه سبورت اتس ليفز اند فلاورز سبورت يعني ايه بتدعم ايوه هي اللي بتدعم الستيم